طالب مدرب توتنهام ماوريتسيو بوتشيتينيو لاعبيه باللعب بنفس حماسية الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا إلى أنه واثق من قدرة فريقه على قلب الموازين في مباراة الإياب ضد أياكس إذا لعب بحماسة أكبر. ماذا يمكنني أن أقول عن ميسي أكثر مما قلته أو قاله الآخرون؟ إنه أحد أساطير كرة القدم، إنه أمر لا يصدق، الرغبة والقدرة على القتال والكرة بين قدميه وحتى بدون كرة. أشعر بالسعادة دائما عند مشاهدته في كل مرة، إنه مثال يحتذى. لو كان عمري اليوم 20 أو 21 أو 22 عاما فيجب أن يكون قدوة لي، يجب أن يكون مثلي ليس فقط بما يفعله بالكرة لكن حتى ما لا تكون عنده أيضا. إنه شخصية لا تصدق، كيف يضغط وكيف يعمل مع الفريق. نحن نتحدث عن ليونيل ميسي الذي فاز بكل شيء، لذا فيجب الاحتذاء به. أشاد مانويل بيليغريني مدرب ويست هام يونايتد بكل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وخاصة أداء النجم الأرجنتيني في مباراة برشلونة وليفربول في ذهابه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. ليس من العدل أن نقارن جيلا بآخر، فمارادونا وبيلي ويوهان كرويف كل منهم كان نجما في جيله. حاليا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يتصارعان على المزيد من الإنجازات، هما لاعبان يعملان على نفسيهما بشكل كبير، وإذا حاز أحدهما على لقب واحد في العام فإن هذا لا يرضي طموحاته. كل من ميسي ورونالدو يقدم كل ما لديه من أجل كرة القدم، وميسي خلال مباراة ليفربول أكد أنه قادر على حسم المباريات بمفرده. لديه زملاء مميزون بالفريق، لكن بثلاث حركات حاسمة أنهى اللقاء. من خلال مشاهدته تعلم كم هو مهم في كل مباراة. قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن النجم كريستيانو رونالدو سيطمح لتسجيل الكثير من الأهداف بعد وصول ميسي لهدفه 600 مع برشلونة. وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجار تورينو في الدوري الإيطالي إن المباراة ستكون صعبة بالنظر إلى سعي تورينو إلى احتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال. تنتظرنا مواجهة ديربي، وحقيقة أن ميسي سجل هدفه 600 فإن الأمر سيكون حافزا جيدا لكريستيانو رونالدو، سيطمح لتسجيل أهداف أكثر وغايته هي أن يكون هداف الدوري الإيطالي. لست أدري إلى متى سيستمر رونالدو وميسي في اللعب، لم يسبق لي تدريب ميسي، ولكن يمكنني الحديث عن رونالدو. إنه لاعب محترف كبير، وأعتقد أنه ما يزال بإمكانه اللعب لسنوات قادمة. وبالطبع عندما يعتزل اللاعبان فمن الصعب أن نجد على الفور ميسي ورونالدو جديدين، سيكون هناك بالتأكيد لاعبون ممتازون يتطورون بمرور الوقت، وكما يحدث دائما في كرة القدم وفي الحياة عموما سنجد لاعبين آخرين مثلهما مختلفين عنهما لكن سيكونون ممتازين أيضا. تورينو انهزم في مباراة واحدة من 17 خارج أرضه، ونأمل أن تكون مباراتنا معهم الهزيمة الثانية. ستكون مواجهة صعبة، ماتزاري يقوم بعمل رائع وتورينو يسابق من أجل مركز مؤهل لدوري الأبطال، لذلك علينا أن نلعب جيدا مثل ما فعلناه في الشوط الثاني مع إنتر. علينا أن نلعب بحماسة وأن نقضي وقتا ممتعا ونصنع الفوز. بدوره أشاد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ بميسي وأدائه المميز أمام ليفربول، وعن مباراة فريقه المقبلة هذا السبت ضد هانوفر بالدوري الألماني أكد كوفاتش أن مهمة البافاريين لن تكون سهلة أمام فريق يصارع من أجل البقاء مع أندية الصفوة. هناك ميسي واحد فقط، فمهما قلت عنه فلن يكون ذلك كافيا. إنه بالفعل لاعب يستحق كل الثناء. بالنسبة لي أنا دائما ما أعطي صوتي لميسي عند الحديث عن الكرة الذهبية لأنه الأفضل على الإطلاق. عندما تشاهد أسلوب لعبه تعجز عن الكلام وتكون سعيدا بوجود هذا الكائن البشري في الملعب. اللعب كفريق وبأسلوب جماعي أمر ضروري، ولكن عندما يكون هناك لاعب إضافي من هذه الطينة فهو يصنع الفارق. المباريات الأربع أو الخمس الأخيرة تفرز عادة نتائج غير متوقعة لأنها تتعلق بفرص البقاء في الدوري أو البطولة، ويتم استحضار كل الطاقات ولا أحد يريد أن يتراجع، وهذا هو الحال الذي يعيشه هانوفر في الوقت الراهن.
نلعب على أرضنا وسط جماهيرنا، ويتحتم علينا تحقيق الفوز، وهذا ما نريده. ولكن مهمتنا لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق يصارع من أجل البقاء في الدوري الألماني، وإذا خسر وهذا ما نتمناه فستكون فرص بقائه في الدوري ضئيلة جدا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.